فخامة هذه الصورة، ملعب الأهلي. طبعاً الأتوبيس بيغادر مقر الإقامة النادي الأهلي أو فندق إقامة النادي الأهلي، أتوبيس اللاعبين بيغادر مقر الإقامة ويصل إلى استاد برج العرب. إن شاء الله المباراة ستقام في تمام الساعة 7:30. زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما دايماً متعودين مع حضراتكم، مع الدكتور أحمد ثابت في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وبرضه وصول الاتوبيس مع حضراتكم هم على الشاشة مباشرة. وإحنا بنرحب بالدكتور أحمد ثابت عشان يكلمنا عن أهم نقاط القوة والضعف في نادي الاتحاد السكندري. دكتور أحمد إزيك؟ مشرف ومنور. أهلا وسهلا بحضرتك، عامل إيه؟ وربنا يكرم إن شاء الله ونكسب بإذن الله. يا رب إن شاء الله. وإحنا بنتابع كده مع بعض لقطات وصول فريق نادي الأهلي إلى ملعب المباراة. عايزين برضو 43 هدف استقبلتهم شباك نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري اضعف خط دفاع في الدوري. اضعف خط دفاع في الدوري. تمام. ازاي بقى الاجوان دي جت؟ يعني كرات عرضيه، ضربات جزاء، ايه اللي حصل؟ احكي لنا كده موضوع. بالتاكيد طبعا الاتحاد فريق محترم طبعا وجماهيره جماهير محترمه، ولكن خط الدفاع بتاعهم بيعاني من مشاكل كتير. يعني ثلاثه ما يدخل فيك 43 جون رقم كبير جدا، اضعف خط دفاع في الدوري. فاحنا عايزين نعرف ال 43 دول جم ازاي، او اكيد عندهم مشاكل دفاعيه. ايه هي ابرز المشاكل الدفاعيه اللي عندهم بالزبط، اللي النهارده ان شاء الله نستغلها؟ أي. خاصه في قلبين الدفاع والمساحات ورا الاطراف. حتى هم في التدعيمات بتاعت يناير كان عندهم مساحات كتير ورا الاطراف، جابوا احمد توفيق، دعموا باحمد توفيق بيلعب كباك يمين، السيد سالم صفقه جديده برده كباك شمال، فدعموا الاطراف برده. فالفرقه يعني تعتبر حتى في الفتره الاخيره تقلت شويه مع كابتن حلمي طولان طبعا. نعم. بالنسبه لل 43 هدف هنلاقيهم متقسمين. يعني اول حاجه 8 اهداف جم من خلال التمرير الطولي والاختراق في العمق. تمرير طولي واختراق في العمق ما بين قلبين الدفاع، دي هي الصوره معانا. أيوة. اول حاجه 8 اهداف تمرير طولي واختراق في العمق. تمام. زي لو حضرتك تفتكر الجون بتاع مروان محسن في الدور الاول. مزبوط. كان تمريره من سليف كولوبالي اتلعبت بالتمرير الطولي لمروان محسن، دخل وحطها بدماغه. ده نموذج للتمرير الطولي. يبقى هم عندهم مشكله ما بين قلبين الدفاع. ان سهل جدا اي تمريره طوليه لو اتلعبت ما بين قلبين الدفاع يبقى نمره واحد مشكله قلبين الدفاع. ده الجون. يا سلام عليك يا استاذ سمير. مشكله قلبي الدفاع. اهو الجون اهو معانا. ده الجون تاني سمير. ده التمرير اهو، ده جون سليف كولوبالي، تمرير طولي. المساحه دايما او الفجوه اللي ما بين قلبين الدفاع، اي تمرير طولي ده دخل فيهم 8 اهداف بالشكل ده. 8 اهداف ده نموذج النهارده ان شاء الله، سواء مروان او ازارو اللي بدا. 8 اهداف من ال 43 هدف بهذا الشكل. بهذا الشكل اللي بعد كده تمرير طولي. اللي بعد كده 8 كرات عرضيه. كرات عرضيه بتتساوى مع التمرير الطولي. التمرير الطولي. وبالتالي اذا هناك خط دفاع في قلبين الدفاع تحديدا سيئين في التمركز في الرقابه في الكرات العرضيه. تمام. ده برضو في دخل فيهم اهداف من الكرات العرضيه. الهدف حتى لو حضرتك تفتكر برضو بتاع الدور الاول كان وليد سليمان اللي جابه، عرضيه من اسلام محارب عمل العرضيه. وليد سليمان قطع. كان دايما هو وليد سليمان مميز لما بيلعب صانع العاب ان هو بيكمل مع ايام باتريس كارتيرون، بيكمل جوه ال 18 وبيحطه براسه. نعم. ده برضو الهدف الايه الثاني. يبقى اذا اول حاجه 8 لونج باص، 8 عرضيات. اذا عندهم مشكله فين؟ مش لونج باص، اختراق طولي. اختراق طولي ما بين قلبين الدفاع. ما بين قلبي الدفاع تحديدا يعني. تمام. وثمان عرضيات. في بعد كده دي 16 هدف يعني 16. تلت الاهداف. في بعد كده حاجه مهمه قوي قوي اللي هي الضربات الثابته على اطراف الملعب 6. دي معانا ليها صور دخل فيهم هدف قدام الزمالك من ضربه ثابته. يعني ايه اطراف الملعب؟ يعني من الجنب اليمين او من الجنب الشمال لما بتتلعب عرضيه. فاحنا النهارده نقدر نستغلها ان انت لازم تحاول ان انت ان شاء الله جرالدو لو بدا او اي حد في الطرف يحاول ان هو يحصل على فاول من الاجناب، لان هم سيئين سواء في الكرات العرضيه او في التمركز في العرضيات في الضربات الثابته. نعم. دخل فيهم جون قدام الزمالك، تمركز خطا في الكرات العرضيه. قدام الانتاج الحربي في 3 صور قدام الانتاج الحربي برضو تمركز في الكرات العرضيه. في بعد كده برضو دخل فيهم قدام بيراميدز، رجب بكار رفع كوره برضو من خلال الايه الضربات الثابته. اذا عندهم مشكله واضحه ودي حاجه مهمه قوي. اذا التمرير الطولي والاختراق من العمق ما بين قلبي الدفاع نمره 1، نمره 2 الكرات العرضيه، بعد كده الضربات الثابته على اطراف الملعب. على دي مهمه الملعب. جدا. تمام. في بعد كده التسديد من خارج منطقه الجزاء. ماشي. وده هنا في حاجه مهمه قوي. بيبين ضعف حراسه المرمى في فريق الاتحاد السكندري. ان من بره المنطقه بيدخل فيهم اهداف كتير تسديدات. لو حضرتك تفتكر ماتش الزمالك والاتحاد في الدور الاول، ابراهيم حسن شاط الكره وقعت من ايد الهاني سليمان وكمل، اهداف كتير. ماتش الجونه اللي هو من ماتشين الهاني كان مشغول هيضيع وقت ازاي. هقول لحضرتك برضو على رقم مهم جدا للهاني سليمان او على الاتحاد تحديدا. هاني صديقي بالمناسبه يا جماعه، احنا يعني بهزر يعني. الهاني سليمان او حارس مرمى الاتحاد، الاتحاد بشكل عام ما حافظش على نظافه شباكه الا ماتشين بس في الدوري في 27 ماتش. في كل الماتشات اللي لعبوها
كل الماتشات اللي لعبوها دخل فيهم اهداف ما عدا ماتشين بس. الهاني سليمان كان منهم ماتش واحد، فده رقم بيأكد ان ايه، ان دايما كل الماتشات بيستقبلوا فيها اهداف. دي حاجه ان شاء الله تدينا بعض التفاؤل. يبقى اختراق من العمق، كرات عرضيه، كرات ثابته من على الاطراف، تسديد من خارج منطقه الجزاء، بما يؤدي او بالتالي يؤدي الى ان هناك ضعف في حراسه المرمى وضعف في قلبين الدفاع. محتاجين ان احنا نشوط على المرمى. التسديد سلاح مهم جدا النهارده. تمام. بعد كده في ضربات الجزاء، وضربات الجزاء دي بتدل برضو ان قلبين الدفاع او بصفه عامه عندهم مشاكل في الرقابه والتمركز، ان بيبقى في فرق سرعات، فبيضطروا ان هم يرتكبوا ضربات جزاء، وديت اللي معانا ضربات جزاء، ست ضربات جزاء برضو. بعد كده في اختراق من الجبهه اليمنى، كان عندهم مشكله في الجبهه اليمنى، وهو يمكن عوضها، يمكن دي قبل ما يجي حتى احمد توفيق. كان عندهم مشكله في الجبهه اليمين، فالراجل كابتن حلمي تم تعويضها ان هو دعم صفوفه بوجود احمد توفيق كباك يمين. طبعا لاعب خبره ولاعب في نادي الزمالك، فلاعب خبره اكيد ممكن يكون حل مؤقت في احمد توفيق جاب جون عالمي اعتقد في او الاسماعيلي مش فاكر، جالي وقام جاي عاملها كده من فوق الجون وكسب 1-0. الاتحاد كسب بس مش فاكر لما جه. ده خمس اهداف اختراق من الجبهه اليمنى. هم جابوا احمد توفيق بس يحاولوا يحلوا المشكله دي. ده سابقا قبل ما يجيبوا احمد توفيق لان وجود احمد الحقيقه وبالتالي. بس انت شايف ان مثلا خلينا نتكلم على واحده من دول اللي هي التمرير الطولي واختراق من العمق، هل ده مازال موجود حتى؟ ده مازال موجود. مازال موجود والتسديد مازال موجود. والكرات العرضيه اقول لحضرتك، الماتش اللي فات اخر ماتش لعبوه مين حرس الحدود، الهدف كان عرضيه لايدو موسى سجلها. الماتش اللي قبله ماتش الجونه، طب الجونه جابت الهدف فيهم ازاي؟ كان تسديده وقعت من ايد الهاني سليمان ومحمد نجي يده تابعها. فده حاجه مهمه جدا بتاكد ابرز نقاط الضعف اللي نقدر نستغلها. اذا رقم واحد نلعب تمريرات طوليه، رقم اثنين الكرات العرضيه سلاح مهم جدا، سواء بقى من الاطراف او من الضربات الثابته. في ماتش الجونه الديك بيقول لي، في ماتش الجونه صح، في ماتش الجونه الكره اللي انا كنت بقول لك عليها دي، اللي هو جري من ناحيه اليمين كده والدنيا مقفوله خالص، لقينا احمد توفيق عمل لعبه كده من تحت، طلعت من فوق الجون ودخل الجون. شكرا يا ديك. وقلنا التسديدات، قلنا عندهم ضعف في حراسه المرمى، الضربات الثابته من على الاطراف، الاختراق من الجبهه اليمين، ويمكن دي قلت شويه بوجود احمد توفيق، والضربات الركنيه. التمركز برده ضعيف سواء في الضربات الثابته او في الضربات الركنيه. دي برده كان معانا صور للحالات ديت، هيجيبها لنا بس سمير بيظبط حاجه وهيجيبها لنا على طول. اتفضل. بعد كده بقى معانا في الارقام بتاعت حارس المرمى الهاني سليمان، دي مهمه قوي. مقارنه ما بين الهاني سليمان ومحمد الشناوي. عايزين نعمل في تبقى تعمل لنا، بس انت غلطان النهارده، انت غلطت النهارده في ايه؟ ان انت ما عملتلناش قد ايه بيضيع وقت الهاني سليمان، يعني كنت لازم تعمل لنا قد ايه الهاني سليمان بيضيع وقت. هنحسبها في الماتش النهارده، دي مهمه قوي. تحسبها لي بجد بعد المباراه، دي مهمه قوي، ممكن ما ضيعش، هتفرق في الوقت بدل الضايع. لان هتفرق في الوقت بدل الضايع. انا عايزك النهارده تركز على الهاني سليمان هيضيع وقت قد ايه. اتفضل. الهاني سليمان طبعا 34 سنه. نعم. الشناوي 30 سنه. فرق الطول طبعا لصالح الشناوي 191 سنتيمتر، الهاني سليمان 187. عدد المشاركات، الشناوي ما شاء الله لعب 13 ماتش بس، حافظ منهم على نظافه شباكه 8. ده رقم مميز قوي، بيبين يعني ان الشناوي طبعا وقوه خط الدفاع مميز بتاعنا. مميز في الدوري ولا بالنسبه للشناوي؟ يعني بالنسبه لا، هو الثاني على مستوى الدوري. الاول تاني. احمد مسعود اللي هو حارس المصري 9، الثاني الشناوي وجنش 8. اوكي. ان شاء الله على نهايه الموسم الشناوي اعتقد ان هو هيتفوق باذن الله. حافظ على نظافه شباكه 8 مباريات. نيجي للهاني سليمان، الهاني سليمان لعب 15 مباراه، حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس، ماتش واحد فقط من ال 15. فدي بيأكد ان هو بيستقبل اهداف كتير، اللي هم ال 24 هدف في 15 مباراه. تمام. يعني تقريبا هدف ونص في كل مباراه. الشناوي استقبل 6 اهداف بس، الهاني سليمان اخذ 3 كارت اصفر واخذ كارت احمر، كان في ماتش الزمالك، والشناوي اخذ كارتين صفر بس وما خدش كارت احمر. تمام. دي يمكن مقارنه برضو بتبين ان احنا اتكلمنا في مشكله التسديدات ومشكله حراسه المرمى عند نادي الاتحاد السكندري، اللي نقدر ان شاء الله النهارده نستغلها. تمام. دي يمكن دي ابرز نقاط الضعف اللي اتكلمنا فيها. نتكلم بقى على نقاط القوه، زي ما اتكلمنا على نقاط الضعف، ابرز نقاط القوه عندهم طبعا فرقه، يمكن هم تشكيلهم المتوقع بيلعبوا ب 4-3-2-1. قولوا. دايما. يمكن لو قلنا التشكيل جاهز. طبعا في حراسه المرمى الهاني سليمان. الاربعه اللي ورا احمد توفيق باك يمين. ايوه. الاثنين المساكين دا سيلفا اللي هو البرازيلي ومحمود رزق، لان بازوكا موقوف عنده انذارين مش موجود في القايمه، فالاثنين الاقرب اللي هم هيلعبوا محمود رزق ودا سيلفا البرازيلي. الباك الشمال السيد سالم بيلعبوا بثلاثه ارتكاز على طول قدام النادي الاهلي، نور السيد وخالد الغندور واحمد نبيل مانجا. ونمانجا صح، دول التدعيمات الجديده. هو دايما بيفضل دايما نور السيد وخالد الغندور،
في الماتشات اللي هي بتبقى التقيله زي النادي الاهلي زي بيراميدز زي الزمالك بيقوم دافع بايه بارتكاز ثالث يقفل ستاره دفاعيه ويلعب في وسط ملعبه ويلعب على الهجمات المرتده من خلال ايه خالد وعمار وخالد قمر وعمار والسرعات الاطراف هو النهارده هيعمل كده هيدافع هيضيق المساحات الثلاثي الهجومي رزاز سي عمار حمدي خالد قمر دول الثلاثه الخطيرين جدا لعيب جامد جدا وصانع العاب ليميكر ويعتبر رقم 10 ديت الصور جابها لنا سامي دي الصور اهي احنا قلنا المشكله اللي هي في الضربات الثابته اللي على الاطراف ده هدف في الانتاج الحربي طبعا احنا مش معانا الفيديو معانا صوره يعني الصوره دي احمد شديد ناوي رفعها جت جون في شباك ايه في شباك الاتحاد من خلال الضربات الثابته لو عرضنا برده الصوره اللي بعدها هنلاقي بيراميدز ده ماتش بيراميدز جت فيهم هدف عندهم مشكله واضحه في الضربات الثابته على الاطراف ان انت سهل ان انت ترفع وتجيب منها جول عندك بقى مميز في ضربات الراس مروان محسن جونيور اجايه المدافعين بقى سعد سمير ازارو ياسر ابراهيم ان شاء الله لو بدا فعمرو السوليه ممكن نجيب سليف كوليبالي نلعبه الماتشات دي او نلعبه في الضربات الثابته اتفضل ده برده هدف ده في الزمالك كان اوف سايد على فكره بس هو هدف برده من خلال الضربات الثابته من على الاطراف كهربا رفعها وجت جول فواضح ان هم عندهم مشكله ديت بقى دي مشكله التسديدات ده هدف الجونه وقعت من ايد الهاني سليمان وجده جابها دي اللي احنا اتكلمنا فيها وقعت صح قدامه ناحيه اليمين كده يمين هاني سليمان وجده دخلها دي برده مش دي تسديده قدام الداخليه ها التسديده كانت سهله دخلت في شباكهم يعني واضح ان هم عندهم مشكله العرضيات ومشكله التسديدات وقلنا برده مشكله الايه التمرير الطولي تمام اللي بعده يا سمير دي مشكله التمرير الطولي ها ودي واضحه جدا برافو عليك يا احمد دي واضحه جدا يا دكتور احمد واضحه جدا يعني ده الكلام اللي حضرتك بتقوله انه ده 8 اهداف من ال 43 هدف الطولي. وهو اكبر عدد من الاهداف دخل بهذا الشكل هم عندهم كذا مشكله دفاعيه اول حاجه التمرير الطولي العرضيات الضربات الثابته من على الاطراف حاجات كتير التسديدات مشكله في حراسه المرمى وعرضنا ارقام الهاني سليمان والمقارنه ما بينه وما بين محمد الشناوي اهي ديت الارقام مهم قوي في الارقام ديت نشوف الكلين شيت حافظ على نظافه شباكه قد ايه الهاني سليمان من 15 مشاركه حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس من ال 15 لكن الشناوي من 13 مشاركه حافظ على نظافه شباكه 8 الهاني سليمان استقبل 24 هدف نسبه كبيره جدا 24 هدف في 15 ماتش لكن الشناوي ما شاء الله استقبل 6 اهداف بس في 13 مشاركه دي بتبين ابرز ايه المشاكل الدفاعيه في نادي الاتحاد تمام هنكمل كلامنا ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مع دكتور احمد ثابت